كشف السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية في لقائه مع ممثلي الجالية المصرية في ألمانيا أمس أن مجموعة من البلطجية كانت تقف فوق أسطح البيوت القريبة من سجن بورسعيد. حاولت إطلاق النار على طائرة عسكرية كانت تحلق فوق السجن بغرض تصوير الأحداث هناك. لقينا في ناس واقفين فوق أسطح المنازل معمارات قريب من السجن بيضربوا برشاشات. لقيتوا إيه؟ بيطلع مدفع رشاش. بيطلع إيه؟ طب فقلنا نطلع طيارتين من الجيش يمروا كده بس طياره هتضرب واحد تبقى فضيحه يعني. انا اعمل ايه بقى؟ رحت طالع للواد قلت له اضرب يا ولد اضرب يا ولد اضرب ايه؟ اضرب يا ولد. امال ايه؟ انه هيخافوا يعني لما الطياره تقتل فضربوا على الطيار. طلعت طنطه الطلقه دي تبقى بسرعه الصوت. سرعة ايه؟ الصوت. سرعة الصوت يعني تقول مثلا ايه يا ابو الفتوح. كلمة اوه دي وقت طلعت روح ايه الطلقة تروح طلعة في الاوه دي تروح طلعة فين؟ فكانت ممكن الطيارة تقع لانه معاه جرينوف معاه رش حاجة غريبة جدا. نص قال 67 ده غير بقى اللي قفل اللي هي استعملت اول ما استعملت في الهندسة 1882. سياح جه كتير جدا الى مصر في السنتين دول. مسكنا ثلاث ارباعه بنمسكنا صواريخ لدى افراد صواريخ مضاده للطائرات كمان. روح يا شيخ الله يعمر بيتك.